السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي طلاب الصف الثالث الإعدادي، هنبدأ مع بعض مراجعة نهائية على أهم الأسئلة في النماذج الاسترشادية. أسئلة أخطر مهمة جدا جدا، هنراجعها مع بعض، واللي عنده أسئلة يجهزها، واللي ما يفهمش أي حاجة من الأسئلة اللي أنا هشرحها يقول في آخر الحصة وبإذن الله نعيدها له تاني. بسم الله. السؤال الأول بيقول: إذا كان الزوج المرتب 3 و5 ينتمي لحاصل الضرب الديكارتي 3 و6 وسين و8، أنا عندي حاصل الضرب الديكارتي باخد الثلاثة مع السين والثلاثة مع الثمانية، يبقى 3 وسين و3 و8. ده حاصل الضرب الديكارتي 3 وسين و3 و8. ده بالنسبة للزوج المرتب بتاع الثلاثة. هنا بيقول لي الثلاثة و5. طيب انا المجهول عندي س، وهو بيقول لي الزوج المرتب 3 و5، يبقى الس بتساوي 5، يبقى اول واحده الس هتساوي 5. السؤال اللي بعده: اذا كانت س ص بتساوي 7، فان ص بتتغير طرديا ولا عكسيا، ولا ده تغير ايه؟ طبعا عارفين ان التغير العكسي س ص بتساوي مين؟ س ضرب ص بيساوي ثابت، اضرب الس في الص يطلع رقم الجنب الثاني. طب ما هو ده شكل التغير العكسي على طول، س ص بتساوي 7، يبقى ده الص بتتغير طرديا بتتغير عكسيا مع 1 على س، يبقى هنختار أ 1 على س. السؤال اللي بعده بيقول لي: إذا كانت دالة الس بتساوي ك س زائد 8 ودالة الاثنين بتساوي 0، فإن ك بكام؟ أحل المسألة دي إزاي؟ دالة الس بتساوي ك س زائد 8، دالة الس بتساوي ك س زائد 8، واعطيني معطى تاني في المسألة بيقول لي دالة الاثنين تساوي 0، دالة الاثنين بتساوي ايه؟ 0. أحل المسألة دي ازاي؟ المسألة دي مهمة جدا على الدوام. دالة الس بتساوي ك س زائد 8، ايه قاعدة الدالة؟ طيب المعطى بتاع المسألة إن لما أعوض عن كل س باتنين الناتج هيكون في النهاية 0. يبقى هنمسك الدالة بتاعتنا، كل س تقابلنا هنشيلها ونحط 2 والناتج في النهاية هيكون ايه؟ 0. ومن كده نقدر نطلع قيمة الكاف. يبقى 2 في هنشيل س ونحط 2، يبقى 2 ك زائد 8 الناتج هيكون 0. شكل المعادله بسيط جدا، اودي ال 8 بعكس الاشاره، يبقى 2 ك هتساوي سالب 8، اقسم على ال 2 هنا وهنا علشان اجيب ال ك، يبقى اذا ال ك هتساوي سالب 4. السؤال اللي بعده بيقول الانحراف المعياري للكميات 4 و4 و4 و4. طبعا اذا بدات اشتغل بالقانون عشان اجيب الانحراف المعياري للكميات دي، الكميات دي هيكون الناتج 0. ليه هيكون الناتج 0؟ يلا نشوف مع بعض الخطوات. اول خطوه في الانحراف المعياري ان انا بجيب الوسط الحسابي اللي هو بنقول عليه سين بار. الوسط الحسابي هيساوي المجموعه المقيم على هذا. انا معايا 4 أربعات، يبقى 4 زائد 4 زائد 4 زائد 4 على عددهم 4، الناتج هيكون 16 على ال 4 فيها ال 4. يبقى الخطوه الاولى جبنا الوسط الحسابي. الخطوه اللي بعدها كنا بنبدا نعمل الجدول بتاعنا، وبسمي هنا س وهنا س ناقص س بار وس ناقص س بار، بس تربيع. خد بالك معايا كده، الس اللي هي الكميات اللي انا واخدها في المساله، يبقى 4 4 4 4. لاحظ معايا كده س ناقص س بار، س بار اللي هي الاربعه بتاعتنا اللي طلعت الناتج بتاع الوسط الحسابي. فاول خطوه هقول 4 ناقص 4 0، 4 ناقص 4 0، 4 ناقص 4 0، 4 ناقص 4 0. لما اجمع في الاخر خالص الناتج هيطلع 0، مش هحتاج اكمل المساله، الناتج 0، هيطلع 0 دايما. يبقى لما يقول لي انا عايز الانحراف المعياري للكميات اللي زي بعض دي، دايما الناتج 0. السؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول: اذا كان 2 جا س بيساوي 1 حيث س زاويه حاده، فان قياس زاويه س كام؟ انا هبدا اشوف المعطى بتاع المساله، 2 جا س بتساوي 1، انا عايز الجا س لوحدها، يبقى اقسم على الاثنين اللي جنبها عشان امشيها، اقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، طبعا 2 على 2 فيها 1، يتبقى لنا هنا جا س،
ج س هتساوي 1 على 2 اللي هي نص. طبعا يا سنه ثالثه عارفين ايه الزاويه اللي الجاب بتاعتها بتطلع بنص ج 30 معروفه وثابته. يبقى الزاويه الحاده هنا بتساوي 30. السؤال اللي بعده بيقول اذا كان الالف سالب 2 و5 والباء 2 وسالب 5 فإن نقطة المنتصف بتاع الألف باء. السؤال بتاع نقطة المنتصف مهم جدا، هننقل المسألة ونحلها مع بعض. الألف بتساوي سالب 2 و5 والباء بتساوي 2 وسالب 5. أحل المسألة دي إزاي؟ أنا عارف القانون بتاع المنتصف بيقول إيه؟ س واحد زائد س 2 على ال 2 و ص 1 زائد ص 2 على ال 2. هي دي النقطة بتاعت المنتصف. أعوض إزاي بقى؟ طب فين هي س 1 وص 1 وفين هي س 2 وص 2؟ أنا النقطتين بتوعي الزوجين المرتبين اللي معايا أسميهم س 1 ص 1 س 2 ص 2 وأبدأ أعوض في المسألة. س 1 زائد س 2 تبقى سالب 2 زائد 2 على ال 2. ده المسقط الاول. المسقط الثاني 5 زائد سالب 5. 5 زائد سالب 5 على ال 2. هتلاقي عدده معكوسه 0 على ال 2 فالصفر. عدده معكوسه يبقى 0 على ال 2 فالصفر. يبقى نقطة المنتصف هنا هي نقطة الأصل. 0 و0. يبقى الناتج 0 و0. السؤال اللي بعده الناتج 0 و0 ألف. السؤال اللي بعده معادلة الخط المستقيم الذي نيله 2 ويقطع الجزء السالب لمحور الصادات ويقطع جزء سالب من محور الصادات طوله 5 وحدات. سؤال جميل جدا ومباشر. أول حاجة أنا هبدأ أطلع المعادلات اللي في المسألة. أنا بيقول لي في المسألة معادلة المستقيم الذي نيله 2. أنا معايا الميم بتساوي 2. الميل ميم بتساوي 2 اول معطى معايا في المساله. ويقطع الجزء السالب من محور الصادات. الجزء المقطوع من محور الصادات بنسميه جيم. الجيم بيساوي لو قال لي بيقطع جزء سالب يبقى الناتج سالب. هو بيقول لي بيقطع سالب 5. كده معايا الميل ومعايا الجزء المقطوع من محور الصادات ابدا اعرف اجيب المعادله. طب ايه هو شكل المعادله؟ شكل المعادله الصاد بتساوي ميم س زائد جيم. طيب يبقى الصاد هتساوي هشيل الميم واحط هي بتساوي ايه؟ 2 س زائد ج زائد سالب 5. موجب في سالب بسالب يبقى الصاد هتساوي 2 س ناقص س. هو ده المعادله، هي دي المعادله المطلوبه معانا في المساله. الصاد بتساوي 2 س ناقص 5 الاختيار الاخير. السؤال اللي بعده لا الاختيار ص بتساوي 2 س ناقص 5 الاختيار رقم ب. السؤال اللي بعده ج 30 ج 60 زائد ج 30 ج 60. هنبدا ننقل المساله نعوض فيها مع بعض. ج 30 ج 60 زائد ج 30 جتا 60 جتا 60. سيب المعطيات سيب الاجابات ابدا حل المساله شوف الناتج اللي هيطلع معاك ايه وبعدين نشوف الاجابات. انا عارف ان جتا 30 بنص في جتا 60 برضه بنص. الزاويتين متتمين ده جا الزاويه الاولى بتساوي جتا الزاويه الثانيه بالظبط زائد جتا 30 بجذر 3 على 2 في جا 60 جذر 3 على 2 يساوي نص في نص الناتج ربع زائد جذر 3 على 2 في جذر 3 على 2. اخذنا مع بعض لما بنضرب الجذور كنا بنقول ايه؟ جذر في نفسه يدي نفسه يبقى جذر 3 في جذر 3 يدي 3 تحت 2 في 2 ب 4. بص كده معايا ربع زائد ثلاث ارباع
يبقى الناتج واحد صحيح. كده الناتج بتاع المسألة طلع معايا واحد صحيح. يلا نبص على الإجابات بتاعتنا. الإجابات بتاعتنا كلها ما فيهاش واحد صحيح. طيب أعمل إيه؟ أشوف أنا مين في دول، مين أنهي زاوية في دول يديني واحد صحيح؟ طبعًا عارفين مباشرة. ظا 45 بتساوي واحد صحيح. يبقى الناتج جيم ظا 45. خد بالك معايا إن هنا دي مهمة، لما تضرب جذر 3 على 2 جذر 3 على 2 في جذر 3 على 2، هنضرب جذر 3 في جذر 3 هتدي 3، و2 في 2 هتدي 4. ولما هبدا اجمع ربع وثلاث ارباع يبقى الناتج واحد. السؤال اللي بعده بيقول اذا كانت نون س بتساوي 3 ونون س ضرب ص بيساوي 15، انا عارف النون اللي هي عدد العناصر اللي جوه الس، عدد العناصر اللي جوه الس 3، وعدد العناصر اللي جوه س ضرب ص بيساوي 15. طبعا نون ص هقسم 15 على 3 فيها 5، يبقى الناتج 5. السؤال اللي بعده، العلاقه التي تمثل تغير عكسي بين المتغيرين س و ص. تغير عكسي يا شباب، عارفين التغير العكسي بيبقى س ص بتساوي مين؟ شكل التغير العكسي س ص بتساوي مين؟ س مضروبه في الص هيطلع مين؟ ثابت عدد. ابدا ابص على الاجابات بتاعتي اشوف انهي اجابه شبه القاعده. لو بصينا هنلاقي الاجابه الاخيره هي شبه القاعدة بالظبط، وده الإجابة الصح. 3 إذا كانت السين 1 و3 و5 وكانت العين دالة على س وكان بيان عين ألف و3 وباء و1 و1 و5، المطلوب؟ المطلوب عايز القيمة العددية للألف زائد باء. بصوا معايا كده، إذا مثلنا المسألة بتاعتنا المخطط سهم، هنلاقي هنا واحد وثلاثة وخمسة، دي السين ودي السين برضه، إحنا عارفين إنها دالة أو علاقة على سين، يبقى هنا سين وهنا سين، يبقى هنا برضه واحد وثلاثة وخمسة. هو أعطيني في المسألة بتاعتنا، أعطيني في المسألة بتاعتنا الزوج المرتب الأخير واحد وخمسة. يبقى الواحد طالع منه سهم رايح للخمسه. اتبقى معايا دلوقتي الثلاثه والخمسه. هيطلع منهم سهوم. هو عايز، انا مش عارف الثلاثه رايحه لمين والخمسه رايحه لمين، هو موضحها في الازواج المرتبه اللي في المساله. لكن المطلوب هو الزوج المرتب هيبقى كده. اعطيني في المساله الزوجين المرتبين ا وثلاثه وباء واحد. ا وثلاثه وباء واحد. طيب مين في دول ألف ومين في دول باء؟ مش هيفرق معايا، اللي هيفرق معايا إن واحدة منهم هتروح للتلاتة، واحدة منهم هتروح للواحد، يعني واحدة منهم هتساوي تلاتة، واحدة منهم هتساوي خمسة، عشان ما ينفعش يطلع من التلاتة سهمين، ولا ينفع يطلع من الخمسة سهمين، مش هتبقى دالة، عشان تكون دالة، لازم إن واحد سهم يطلع من التلاتة وسهم يطلع من الخمسة، يبقى المصدر الأول هنا هيكون تلاتة وخمسة، يبقى الألف مثلا بتلاتة والباء بخمسة، أو العكس مش هيفرق، فلما هبدأ أجمعهم هيطلع 3 زائد 5 8، يبقى الاجابه 8. سؤال بسيط جدا، ابسط مقاييس التشتت ومهم جدا هو المدى. السؤال اللي بعده بيقول اذا كان 8 ظا 45 يساوي 2 س فان س بتساوي كام؟ ثمانية ظا 45 بتساوي 2 س. طبعا يا شباب عارفين ان الظا 45 بكام؟ بواحد. يبقى دي كلها بواحد، 8 في 1 هتساوي 2 س. 8 في 1 ب 8 هتساوي 2 س. وهبدا اقسم على الاثنين هنا وهنا عشان اطلع قيمه السين، لما هبدا اقسم هنا على الاثنين وهنا على الاثنين، يبقى اذا السين هتساوي 8 على 2 فهل 4. يبقى الاجابه 4. السؤال اللي بعده بيقول اذا كان البعد العمودي بين اوجد البعد العمودي بين المستقيمين، واعطيني المستقيم الاول س بيساوي 3 والمستقيم اللي بعده س زائد 3 بيساوي 0. انا عارف ان البعد العمودي س زائد 2، س بيساوي 2 وس زائد 3 بتساوي 0. انا عارف البعد العمودي بين المستقيمين
ببدأ أجيب القيمة المطلقة للاثنين ناقص سالب 3 علشان أنا هودي 3 بعكس الإشارة. عندي طريقتين للحل في المسألة دي. لو بدأت أكتب المستقيمين زي بعض هلاقي المستقيم الأول س، هنا مفيش صاد خالص في المسألة، س بتساوي 2، والمستقيم الثاني س زائد 3 بتساوي 0. لو وديت الثلاثة بعكس الإشارة يبقى المستقيم الثاني هيبقى س بتساوي سالب 3. علشان أجيب البعد العمودي يبقى هجيب القيمة المطلقة بطرح العددين دول، يبقى القيمة المطلقة 2 ناقص سالب 3. يبقى الناتج هيطلع 2 ناقص سالب 3، سالب في سالب وموجب، 2 زائد 3 5. ممكن ارسمها، ممكن ارسم المستقيمين دول كده. المستقيم الاول بيقول لي س بتساوي 2، انا معايا الشبكه التربيعيه هنا 0 1 2 3 4، الجنب ده سالب 1 سالب 2 سالب 3. المستقيم الاول بيقول س بتساوي 2، يبقى انا معايا مستقيم بيوازي محور الصادات ويقطع السينات عند الاثنين، هنا كده بالظبط. المستقيم الثاني س بتساوي سالب 3، معايا مستقيم بيوازي محور الصادات وبيقطع السين عند السالب 3، هنا بالظبط. ايه البعد بين المستقيمين دول بقى؟ ابدا اعد الاعداد اللي بينهم، هيطلعوا 5. السؤال اللي بعده بيقول معادلة المستقيم الذي ميله واحد ويمر بنقطة القصر، طبعا عارفين الميل واحد يبقى الميل بيساوي واحد. بيقول لي الميل يبقى ميل بتساوي واحد يمر بنقطة القصر اللي هي صفر وصفر. شكل المعادلة لسه قايلين شكل المعادلة بقى لنا، دي أ ص بتساوي ميم س زائد ج. الميم واحد يبقى الصاد هتساوي واحد في س بس زائد الجزء المقطوع من محور الصادات صفر، يبقى ملوش لازمه، يبقى هو الصاد بتساوي س، ودي الاجابه. السؤال اللي بعده بيقول 2 جا 30 ظا 60. سؤال سهل جدا، 2 جا 30 ظا 60. نبدا نعوض في السؤال، 2 مالناش دعوه بيها، جا 30 بنص يبقى في نص، في ظا 60 بجذر 3. الكلام ده بيساوي الاثنين في النص هيطيروا مع بعض، 2 في نص بواحد. نرجع للجنب الثاني يبقى هيتبقى كل واحد في جذر 3 بجذر 3. يبقى الناتج جذر 3. طب يلا نروح على الاجابات نشوف هل في جذر 3 اصلا في الاجابات ولا لا. إذا ده مفيش جذر 3 بس في ظا 60، وظا 60 لسه قايلين بجذر 3، يبقى الناتج برضه جذر ظا 60 اللي هي جذر 3. اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول لي إذا كانت نون س تربيع أو س 2 بتساوي 9 فإن نون ونون س ضرب ص بتساوي 6. أنا عارف نون س 2 بتساوي 9 يبقى س بتساوي 3. ومعايا نون س ضرب ص بتساوي 6 يبقى انا عرفت الص بتساوي 2. طب هو عايز نون ص 2 يبقى 2 في 2 ب 4، يبقى الاجابه 4. هنا العلاقه التي تمثل تغير طردي بين المتغيرين س وص. تغير الطردي انا عارف شكل التغير الطردي، ص بتساوي م س، ده شكل التغير العكسي، ده كده العكسي، وده كده ص بتساوي م س، وده التغير الطردي. التغير العكسي وده التغير الطردي. التغير الطردي هنا ص بتساوي م س. انا هدور في الاسئله بتاعتي او في الاجابات بتاعتي على اللي شبه القاعده، ص بتساوي م س. يلا ندور في الاجابات مع بعض. اول واحده بتقول س ص بتساوي س، ده شبه العكسي. اللي بعدها ص بتساوي 8 س، اهي ص بتساوي 8 في س اللي هي بدل الميم سالب، يبقى دي الاجابه الصح. طيب يا مستر والاجابه ج؟ الاجابه ج لا. بيقول س ناقص 3، انا ما معيش اعداد، لازم يكون ثابت مضروب في السين مش مجموع ولا مطروح. الاجابه الاخيره لما هضرب طرفين في وسطين هيطلع تغير عكسي.
السؤال اللي بعده، السؤال ده مهم جدا وبيتكرر في الامتحانات. بيقول اذا كانت داله السين بتساوي 2 دي داله ثابته. داله السين بتساوي 2 يبقى داله الخمسه ب 2، لو قال لي داله الاثنين برضه ب 2، داله السبعه ب 2. هو بيغلطني في المساله، بيقول لي فان عايز داله الاثنين زائد داله السالب 2. انا قلت اي داله طالما ثابته يبقى قيمتها 2 مش هتتغير، يبقى داله الاثنين ب 2 زائد داله السالب 2 برضه ب 2، 2 زائد 2 4. ممكن حد يقول ان داله الاثنين ب 2 وداله السالب 2 دي بسالب 2 فيبقى صفر. غلطه، كله بيغلط فيها. داله ثابته فاي قيمه للداله الثابته هتطلع 2، هنا 2 وهنا 2 ولما اجمعهم يطلعوا 4. يبقى الاجابه 4. السؤال اللي بعده بيقول الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات انحرافات القيم. اول ما تقرا كلمه الجذر التربيعي ده طبعا الانحراف المعياري على طول. السؤال اللي بعده بيقول اذا كان 2 زائد 2 جا س بيساوي 3، خلينا س زاويه حاده بتساوي كام؟ 2 زائد 2 جا س بتساوي 3. انا عشان احل المساله لازم اخلي الجا س لوحدها في طرف، فهبدا اتخلص من الاعداد اللي حواليها. اول حاجه هودي الاثنين دي بعكس الاشاره، يبقى بقى لي هنا 2 جا س هتساوي الثلاثه، مالناش دعوه بيها ثابته. هنا الاثنين كانت موجب هتروح بعكس الاشاره تبقى سالب، 3 ناقص 2 يبقى 2 جا س هتساوي 3 ناقص 2 1. هبدا اقسم على العدد اللي قدام الجا س عشان انا عايز الجا س بس، يبقى هقسم هنا على الاثنين وهقسم هنا على الاثنين، الاثنين هتمشي مع الاثنين يبقى الجا س بتساوي نص. طبعا ايه الزاويه اللي هقدر اجيب ايه الزاويه الحاده اللي لما ادوسها على الاله او انا عارفها بتطلع بنص؟ طبعا ال 30 ثابته. ميل المستقيم الموازي لمحور السينات يساوي صفر، ودي مهمه جدا. ميل المستقيم الموازي للسينات صفر، اما ميل المستقيم الموازي لمحور الصادات ده غير معرف. السؤال اللي بعده معادله المستقيم الموازي معادله المستقيم الموازي للمستقيم الذي معادلته ص بتساوي 2 س زائد 1 ويمر بنقطه الاصل. انا معايا مستقيم، اعطيني في المساله مستقيم معادلته ص بتساوي 2 س زائد 1. دي معادله، انا عايز اجيب معادله مستقيم تاني. طب ايه دي؟ دي معادله بتاع مستقيم بس بيوازيه. طب ما احنا اتفقنا لما يكون المستقيمين لام واحد يوازي لام اتنين استنتج على طول ان ميم واحد هتساوي ميم اتنين. يبقى من كلمه ان المستقيم الاول يوازي المستقيم الثاني استنتج على طول ان الميل بتاع المستقيم الاول هيساوي الميل بتاع المستقيم الثاني. طيب فين الميل؟ الميل طبعا العدد اللي قدام السين. يبقى انا استفدت من المعادله دي كلها ان الميم بتساوي اتنين. يبقى دي اللي هستخدمها في المساله بتاعتنا في المعادله بتاعتنا الجديده. وبيقول لي بيمر بنقطه الاصل، يبقى معايا نقطه الاصل كمان صفر وصفر. ابدا اعوض في المساله شكل المعادله ص بتساوي م س زائد ج. يبقى الص ثابت والس ثابت، الص بتساوي الميم 2 س. طيب ج الجزء المقطوع من محور الصادات صفر، يبقى ملوش لازمه. يبقى المعادله في الاخر خالص شكلها ص هتساوي 2 س. السؤال اللي بعده بيقول لي اذا كانت زاويه ا وزاويه ب متتامتين وكان جا ا بتساوي 3 على 5 فان جا ب بتساوي كام؟ ركزوا معايا يا شباب، انا اخذنا من شويه كان في مساله فيها جا 30 وجا 60. جا 30 طلعت بنص وجا 60 برضه طلعت بنص، ازاي؟ ال 30 وال 60 لو جمعناهم هيطلعوا 90، دول زاويتين متتامين. اي زاويتين متتامين جا الزاويه الاولى هتساوي جتا الزاويه الثانيه. هنا في المساله بيقول لي الزاويتين متتامين واعطيني جا الزاويه الاولى ب 3 على 5، يبقى جتا الزاويه الثانيه برضه زيها 3 على 5. اي زاويتين متتامين جا الزاويه الاولى هتساوي جتا الزاويه الثانيه، يبقى دي 3 على 5 يبقى الزاويه الثانيه 3 على 5. وبكده يا شباب نكون حلينا اهم الاسئله اخطر اللي موجوده معانا. اي حد عنده استفسار في الاسئله بتاعتنا
يبدأ يرفع إيده، واللي المايك عنده بايظ يكتب. اللي عنده أسئلة أو في اللي إحنا شرحناها يبدأ يكتب السؤال أو رقم السؤال وإحنا نعيده تاني. واللي عنده أي سؤال بره الأسئلة اللي إحنا شرحناها يتفضل. اللي عنده أي سؤال يا شباب أنا معاكم بالليل على الواتس، وأي حد عنده أسئلة يبدأ يبعت الأسئلة بتاعته وأنا هجاوب إن شاء الله. السلام عليكم.